تحدث عن أسعار النفط مع ضيفي المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي الدكتور محمد الصبان. أهلا وسهلا بك معنا بداية دكتور. يعني كيف ترى أداء الأسواق النفطية وهي تحقق مكاسب أسبوعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المكاسب التي ظهرت الأسبوع الماضي كانت مفاجأة لجميع المحللين والمتابعين لأسواق النفط. كنا نتصور أن الأسعار ستستقر في الربع الأول في حدود $55 ليس أكثر، نتيجة لهشاشة الطلب العالمي من جهة، ومن جهة أخرى الاستمرار الإغلاقات في الاقتصادات العالمية. التحسن الحقيقي كنا نتوقع أنه سيأتي مع رفع الإغلاقات وأيضا مع توزيع اللقاح كورونا لأكبر فئة ممكنة من سكان العالم، لكن هذا لم يحدث. وما حدث أو أسعار المرتفعة نعود ونقول بأنه لولا تحالف أوبك بلس بقيادة المملكة العربية السعودية والالتزام من قبل جميع الدول بما اتفقوا عليه من تخفيضات لما كان هذا الارتفاع تحقق. ليس هذا فحسب، وإنما أيضا المملكة العربية السعودية التزمت بتخفيض إضافي مقداره 1,000,000 برميل يوميا، وهذا بطبيعة الحال أثر بشكل كبير على المعروض العالمي من النفط. الآن وكالة الطاقة وغيرها يقولون أننا اقتربنا بالمعروض العالمي من متوسط 5 سنوات، وهذه أخبار سارة بالرغم من أن الطلب لم يتحسن بعد بشكل فيما المطلوب. يتعلق بالطلب دكتور، هناك تفاؤل حول توقعات الطلب والأسعار مستقبلا، خصوصا من جانب وكالة الطاقة الدولية التي تتوقع أن ينمو ب5,400,000 خلال العام الجاري. كيف ترى هذه النظرة؟ النظرة متوقعة والنظرة سليمة، خاصة في ظل عدم التحيز للقاح معين ضد لقاحات أخرى. كانت هنالك فترة كان هنالك تحيز ضد اللقاح الروسي سبوتنيك في، وكان التسيد فقط للقاح فايزر وأيضا استرازينيكا، لكن الآن بدأ تدريجيا ومن خلال منظمة الصحة العالمية تؤكد أن هذه اللقاحات جميعها مفيدة وتؤدي إلى إحداث مناعة معينة، ولذلك رأينا أن هنالك انتشار لهذه اللقاحات. اليوم خبر جديد لا زال إلى الآن، اللقاحات في الولايات المتحدة تباع في الصيدليات، فإذا انتشر اللقاح بالشكل الكبير فإن هذا سيؤدي إلى سرعة افتتاح أو فتح الاقتصادات العالمية وزيادة معدلات النمو تبعا لذلك، وبالتالي زيادة معدلات نمو الطلب على النفط في الفترة القادمة. طيب دكتور، في ظل انتعاش سعري غير متوقع كما ذكر، ما مدى استمرار هذا الانتعاش في أسعار النفط في الفترة القادمة؟ الانتعاش هذا كما ذكرت قد لا يستمر في الأسعار، يعني الأسعار قد تتراوح عند هذه المستويات حتى لو كان هنالك زيادة في الطلب. والسبب الرئيسي هو أن تحالف أوبك بلس في اجتماع 5 مارس القادم سيستعرضون كل التغيرات الحادثة في أسواق النفط، ولن يرضوا أن ترتفع الأسعار كما ذكر الأمير عبد العزيز بن سلمان. الأسعار المرتفعة مفرحة لكنها أيضا قد تؤدي إلى انخفاض وانخفاض كبير فيما بعد. الآن هنالك حديث بأن وكالة الطاقة طبعا يهمها أن تكون الأسعار منخفضة، ولذلك في تقريرها الأخير تذكر بأنه الطاقة الإنتاجية المتواجدة في العالم بدون الاستثمارات الإضافية ستؤدي إلى جموح الأسعار. أود أن أطمئن وكالة الطاقة الدولية أن هنالك أكثر من طاقة كافية وفائضة موجودة ليس فقط لدى دول أوبك وإنما وتحالف أوبك، وإنما
كثير من المنتجين الآخرين. ولا ننسى أنه قد يأتي، نرجو أن لا يتم ذلك في الفترة القصيرة القادمة، قد يأتي النفط الإيراني والنفط الليبي والنفط الفنزويلي، وهذا يؤدي إلى حدوث فائق يصعب على تحالف أوبك التحكم فيه بشكل كبير. تأثير ذلك على الأسعار دكتور باختصار لو سمحت؟ تأثيرها حتما تأثير كبير، لأنه الآن في ظل غياب النفط الإيراني والفنزويلي والليبي أيضا إلى حد ما، استطاعت الأوبك في إطار 7.2 تخفيض، 7.2 مليون برميل يوميا تخفيض، أن تتحكم في المعروض وأن نقترب من التوازن. لكن إذا ما حدث وأن جاء النفط الإيراني والفنزويلي والليبي، فإن إدارة السوق وقتها قد تكون صعبة نوعا ما، لكن لا صعوبة مع وجود قيادة الأمير عبد العزيز بن سلمان وبتوجيه من الأمير محمد بن سلمان بالنسبة للمملكة العربية السعودية، التي استطاعت أن تثبت نجاح التحالف، وهو أكبر تحالف في العالم وتاريخي بالنسبة لما حققه من إنجازات في الفترة الماضية، وسيستمر في الفترة اللاحقة بإذن الله. الدكتور محمد الصبان المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي، شكرا جزيلا لك.